شكرا مشاهدي متشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشرين جديد من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة البغنوصي قنطرة الأزهار. اللي عرفت قبل قليل واحد الحادثة مشابهة للحادثة اللي وقعت صباح اليوم بشارع مولاي إسماعيل. السبب مرة أخرى حفرة، سائق ديال دراجة نارية في مقتبل العمر هذه المرة الشاب اصطدم بهذه الحفرة اللي كتشوفوا أمامكم. ولو أن الصديق ديالو قال لك ما كانش جيب واحد السرعة قصوى كان جيب شوية، اصطدم إذا به كي تسقط بالدراجة النارية ديالو وكي تصاب إصابة خطيرة على مستوى الرأس، دخل معها إلى في غيبوبة وتم النقل ديالو قبل قليل من طرف عناصر الوقاية المدنية مشكورين إلى مستشفى المنصور. وفي تصريح حصري للأب ديال هذا الشاب كيقول بأن الإبن ديالي كان جاي راجع من الخدمة ديالو، إذا به كيصطدم بهاد القنطرة بهاد الحفرة، ومن بعد ذلك اصطدم بالرصيف الخلفي ديال هاد الطريق. نتمناو بان هانتوما كتشوفوا منين كيتقطع الضوء كيفاش كتولي هاد البلاصه مظلمه. نتمناو بان الناس ديال الجماعه، الناس المسؤولين، العمده ديال مدينه الدار البيضاء نهلوا الشيطان وتقوموا بالواجب ديالكم، حيدوا الحفر، ديروا الاناره، راه ما يمكنش، لا يعقل لا يعقل لا يعقل باش الناس تبقى تعيش في هاد في هاد تعرض لحوادث مشابهه لا لشيء سوى لان انتوما ما درتوش الخدمه ديالكم.